على الهاتف خونا سلاح الدين المانع. اهلا وسهلا اخويا سلاح. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا وبيك عاشك يبارك فيك. وعليكم السلام. ربي فضلك خذيناك على الهواء مباشرة وعلى الطاير. مرحبا بك، انت ديما تنورنا راك بمداخلتك الرشيقة. واليوم موضوعنا هو موضوعنا الفنان المرحوم قدور السرارفي، وانت كنت تلقيت معاه وكنت عاصرته وكنت اشتغلت معاه في نفس المكان في المعهد الوطني للموسيقى. يا ريت تعطينا شوية اضافات تعرف على المرحوم الفنان قدور السرارفي. بالنسبة للمرحوم قدور السرارفي هو امير كمانجا وعازف متميز، فهمت؟ يعني بخصين نقول امير كمانجا، يعني امير كمانجا، فهمت؟ خدمت معاه في إدارة الموسيقى والفنون الشعبية بإدارة الدكتور المرحوم صالح المهدي أستاذي الله يرحمه. نعم. هذا عام 70، فهمت؟ وكنا نخدم، انا نخدم في غادي في اداره الموسيقى، معايا موظف، فهمت؟ استاذ مقري في المعهد الوطني للموسيقى. نعم. ومقري في المعهد الرشيدي، فهمت؟ وفي ان واحد معناها نشتغل في اداره الموسيقى ونقوم بتنويت النوبات المالوف اللي موجودين في تابعين الاصفار، يعني الاصفار الموجودين توا واللي دولوهم الموسيقيين بخط يدك انت. بخطي وبخط الدكتور الاستاذ نور الباعي. ما شاء الله، شيء جميل. نعم. ب نسمع فيك سلاح. ايوه اي نعم. ب ب شي قدور علي رحمه الله، فهمت؟ وقت نخدموا مع بعضنا كلفني، قال لي سلاح ولدي باش عنده مجلد كبير يحب يحفظ فيه النوتان نتاعو، يعني اغانيه كلهم من اغاني ومن معزوفات. ومن معزوفات. ما يعرف اللي انا خدت باللونك ذا شيما، يعني مخطف بالجدا بالموسيقى. يعني خلي نحبك تكتبهم لي بخطك الواضح بالجدا باللونك ذا شيما. بديت نخدم فيهم، يعني تقريب نوت له وكتبت له تقريب ثلاث ارباع نتاع الكتاب. ما شاء الله. باللونك ذا شيما وبيدك. اي باللونك ذا شيما طبعا. جميل. هذاك على اساس باش يخليه معناها ك مرجع. نعم. يقعد للذكرى باش ما يضيعش معناها. صحيح. وعزفت معاه. اي نعم. حكينا على الطرايف نتاع اللي قدور في الخرجات. قدور في الخرجات اللي خرجتوا مع بعضكم، سافرتوا ياسر. على فكره سي قبل كل شيء خويا سلاح معك خوك مراد بشير. اي اهلا وسهلا. شحوالك يا عمي سلاح يا باهي؟ الله يعزك ويبارك فيك. عشيري خويا فنان. يعيشك ربي يفضلك. فضلك. تحياتي. ما عرفتش عرفت صوتي ولا قاسم الشاويشي. ايه شحوالك سي سلاح؟ ضيفنا اليوم خوك قاسم الشاويشي. لما هذه نقصتنا انت يا خويا سلاح. اخويا انس بهم. تفضل. وعدنا باش يجينا سي سلاح راهو. ويعم سيدي مختار. يعيش. 10 10 10. راك وعدتنا باش تجينا راك سي سلاح. يعيشك. توا سي سلاح نحبوا نحن تحكينا على الطرايف وعلى اللي في الخرجات. انتم سافرتوا ياسر مع بعضكم، خدمتوا ياسر مع بعضكم في تونس لهنا. اللي نعرفوه على سي قدور اللي هو فنان يعني انيق، فنان بشوش، يحب الضحكه، فنان يعني ترتاح معاه كي تخدم معاه. نعم صحيح. فهمتني ولا؟ احكينا احنا ما نعرفوش معناه وما عاصرناهوش وما خلطناش عليه. احكينا حاجه اللي تنجم تفيدنا معناها في شخصيه قدور السرارفي. سي قدور عليه رحمه الله صاحب نكته. ايوه. فدواتي يفدلك، فهمت؟ وبالاخص في السفر. سافرنا مع بعضنا للمغرب، سافرنا مع بعضنا مع الرشيدية. أيوة. للجزائر. أيوة. في مرجان المالوف. أيوة. فهمت؟ صاحب نكتة يفدلك بالقداء معناها يعني وحتى متواضع. مع بعضنا معناها في التربوسات بتاع أسابيع فن كنا قبل إذاعة الموسيقى تعملهم. أي. فهمت؟ يعني الدكتور صالح المالوف
بالمجموعة الصوتية المرحوم خالد الزهيري بالنسبة للقانون نور الرباعي بالنسبة للنايل عبد الله حسيلو معناها يعني كنا نبدأ في الترابصات معناها يعني كنا نقضوا فهمت يفدلك برشا بالقدا معناها يعني وعنده أخلاق حميدة برشا كان أنيق زاد حتى في لباسه فهمتني ولا نعم سي سلاح أنت من موقعك كفنان وكأكاديمي وكباحث موسيقي ما تراش أنه أسابيع الفن أو التربصات اللي كانت تتم كانت يعني تفرز نوع وتضفي يعني قيمة على الشباب اللي يتلقاوا التكوين الموسيقي وتساهم في الرفع من مستواهم؟ نعم نعم فعلا يعني جل الموسيقيين والفنانين اللي موجودين طبعا على الساحة اللي برزوا بالقدام معناها تخرجوا من أسابيع الفن كانوا يشاركوا في الأسابيع الفن صحيح عبدان السواشي صحيح مثلا فهمت الأستاذ بشير السامي طبعا أحسن عصفي كمزة اللي عندنا موجود صحيح. فهمت معناها من أسبوع الفن فهمت برشا عصفين وبرشا فنانين معناها اللي شاركوا الشيد يدعس كذلك فهمت برشا 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 وبالنسبه لتوا يعني الجيل الجديد اش نجم نقولوا له بالنسبه للموسيقى التونسيه لانه كنسل ونحن الكثير من الموسيقيين الشباب اللي خارجين توا ربما ما يعرفوش الاسماء قدور اسرار في وقاسم عمار والناس القدم يعني مع الاسف الشديد نعم. الجيل توا مغروم بالراب ومغروم بالموسيقى التركيه برشا تركية. الموسيقى التونسيه فعلا واللي الموسيقى التونسية غنية جدا فهمت وصعيبة يعني يأدي لك مقام كردي ويأدي لك مقام فهمت المقامات السهلة ولكن باش أيد يعترف لك مقام المقامات التونسية بتاعنا الثرية صعيبة معناها نحب نحيي فيك تشبثك بالموسيقى التونسية ومساهماتك الجليلة في ميدان الرفع من الموسيقى التونسية وتعاملك المستمر والمتواصل مع الفنان زياد غرسة وبالمناسبة نقول لك هنيئا لكم على الحفل اللي أقمتوه البارح في المسرح البلدي ما شاء الله عليكم صراحة ما الحمد لله البارح عملنا الحفلة الأخيرة عملنا في المسرح البلدي مع زياد فهمت ما شاء الله فنان يعني فنان معناها اخويا سلاح اذا سنرفع اذان صلاة المغرب ثم نعود للتواصل معك فابقى معنا ان شاء الله
مع المايسترو من الأربعة للستة متاع العشية على الحياة فام. مع المايسترو. مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاتكم بمجيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن عدنا لكم في برنامجكم مع المايسترو، ونعود إلى الفنان القدير عازف الناي الأول والموسيقار سلاح الدين المانع ابن القيروان البار. خويا سلاح، نواصل حديثنا على حفلة زياد غرسة ومشاركة سلاح الدين المانع التي دائما تتجدد، وديما يدك في يد كل من يخدم الموسيقى التونسية. احكي لي عليها شويه البارح، كيفاش كان؟ حفله ممتازه، المسرح المحبي. تذاكر وفات قبل قداش؟ نهارين ثلاثه؟ نهار. تقريبا 10 ايام، معناها تذاكر وفات، معناها ما ثماش تذاكر. هذا مؤشر طيب انه حتى المواطن التونسي يلوج على الموسيقى التونسيه، يشجع الابداع والفن. عملنا بدينا بسماعي مايا. السلام. وبتاعي في نقطة المايا، وبعد عمل أغاني بتاعه، معناها يعني ثم أغاني جديدة وواصل الأغاني المعروفين، معناها اللي يحبوهم الجمهور. حلو برشا، إذا فما تفاعل وتلقى متعة حلوة، وهذا بالطبع نحن امتداد للجيل السابق وجيل قدور إصرار فيه والجيل اللي سبقونا في خدمة الفن التونسي. سي سلاح، بالنسبة للمرحوم قدور إصرار فيه، إنتاجاته معناها كثرت وبلغت على حسب الموجود يعني في تعريف وفي السيرة الذاتية للفنان المرحوم قدو سرارفي، أكثر من 200 أو 250 عمل بين أغاني وبين معزوفات. 350. إذن علاش ما تعرفوش يتعرفوا معناها بعض الأغاني؟ شنو حسب رأيك مرد دار؟ هو لا، لحن المطربات والمطربين التونسيين لحن لهم، حتى ما في الجزائر. اي وفي ليبيا، كان في ليبيا كيف كيف، انا يعني ولحن قصائد ولحن كذلك اغاني الاناشيد، اغاني وطنيه زادة، اغاني وطنيه يعني. نعم. عندك من اروع الالحان اللي لحنها وغنتها المطربه عليا. نعم. فهمت. وزاد نعمه، زاد اغنيه حلوه ياسر، زاد هذه لحن العليا من اروع الالحان اللي لحنها، حاجه جميله. نعم، ان شاء الله كل مره نحاولوا نبثلوا بعض الاغاني ونسمع الشاشي. الاغنيه المشهوره معروفه، معناها لا نفلك بالشمس ولا بالقمره، اللي غناها مصطفى شرفي بالكلمات حمادي الباجي. صحيح صحيح صحيح، شهرت برشا. حتى أغنية زادة أهمل عينين لمحمد أحمد زادة حلوة ياسر، زادة تحسها أغنية شبابية وقتها، في الوقت هذاك سابقة عصرها، سابقة عصرها تحسها ريتمي. عندك زادة ياسير تعديت منين؟ اي نعمة، غنتها سيدة نعمة، اي يرحمها وينعمها سيدة. كنا نعرفها لحن اتحفنا بها اخونا ايمن ليغا توا منذ 10 دقائق، كنا نسمعوا فيها ولقات الكثير من الاستحسان تاع متابعينا. نعم، وبالنسبه للمعزوفات زاد من اجمل فرحه، عنده ليالي اشبيليا وعنده ليالي الاندلس وعنده موسيقى نشوه وعنده موسيقى فرحه اللي حلوه، لحن نسبت عيد الاستقلال الاول للجمهوريه التونسيه. صحيح صحيح صحيح، بارك الله فيك على اضافتك. مجموعه من المعزوفات الكلاسيكيه كما سماعي زير وسماعي اصبعين وسماعي سيك وسماعي رز. صحيح. يعني أثرى المكتبة الموسيقية التونسية الكلاسيكية بالكثير من الانتاجات، يعني معزوفات، أغاني، قطاع، أوبيرات، كل شيء. وما يقتصرش نشاط الفنان قدور الصرافي على العزف والتلحين، بل كان أيضا من المؤسسين، فقد كان أول من أسس مدرسة للموسيقى، معني عمل كونسيرفاتوار بريفي وقتها. عمل اي نعم، عام 1949. فهمت، هذه قديمة قبل هذايا. وعملت كونسيرفاتوار في الجزائر، في الجزائر. اي ايه، وفي ليبيا، في ليبيا هو اللي نقولوا اسس الفرقه، الفرقه الاذاعه نتاع ليبيا هذاك، شكون باش نقول. اي نعم. هذا قعد مده، انتقل الى القطر الليبي عندها شقيقه، وقعد ما نعرفش عامين ولا قديش باش اسس لهم الفرقه نتاعهم واصرف على قيادتها. يعني كان نرجع شويه للوراء، تشوف تلقى يعني الحكومات
وسلطات الإشراف في جميع الدول تستعين بالخبرة أي من مكان. أين مكان؟ نعم. معناها في ليبيا نعم. حاجتهم بشكون يوقف لهم الإذاعة نعم. على ساقها يجيبوا فنان تونس. في تونس نفس الشيء، جابوا معناها الكثير من القامات والكثير من الأسماء، ونذكر منهم الأستاذ فنان عطية شرار. عطية شرار. ونذكر أيضا علي الحلبي وعلي الدرويش الحلبي. فتحوا القسم الموسيقى في الاذاعه والتلفزيون الاذاعه التونسيه. اي صحيح، يعني كان فما تعاون عربي أي. كان يعني فما معناها الناس كانت فما نهضه ثقافيه ونهضه موسيقيه. هذه انا ما نقولش فما نهضه، كانت نهضه قبل. اخويا مراد انا اقول فما اراده. إيه؟ فما اراده، الاراده هي اللي تفعل كل شيء. إيه؟ هي اللي تتحاول باش يعني اراده دوله واراده وزاره الثقافه كانت فما خير. ونحن من خلالكم ومن خلال هذا الجمع الحلو، ومعنا ايضا خونا صلاح واختنا امينه بكري بشويه وسي فتحي صغنده، الكل قلنا انه علاش سالت انا سي فتحي وعلاش سالت ايضا خويا صلاح على اسابيع الفن. اسابيع الفن كانت يعني منطلق، وكانت يعني مدرسه بيبينير اللي هي تخرج لنا الفنانين وتخرج الموسيقيين واللي تعتني بهم. ان شاء الله هذه الاشياء تلقى رواج وتلقى الاذن الصاغيه من ابرز تفضل. من ابرز اللي تخرجوا على يد المرحوم فدور صافي الاستاذ المرحوم خالد بشع، هذا من تلامذته. صحيح، عازف عود ما شاء الله. هي. عنده صح. عازف جميل. هي. عنده ريشه متميزه. هي. نعم، وكون ياسر فرق خويا صلاح. اي نعم. اي بكري تحكينا الاخت امينه معناها كون فرقه اللي نحن توا معناها مشي في بينا، معناها حاجه جديده، فرقه فيها 70 يعني عازف، بين عازف وبين راقص وبين كذا. يا اخي الفكره كانت الفكره نتاع حضور الصرار في من الخمسينات، معناها عمل الفرقه فيها 70 معناها. اخويا صلاح كانوا الناس في بعض الاحيان يقولوا انه اكثر العازفين والمنشدين والموسيقيين في تونس كانوا يعني عصاميين وما عندهمش درايه والمام بالنظريات الموسيقيه، والتو هي تمثل يعني عائق الامور هذيا. فما ناس عازفين متميزه لكن ما عندوش درايه بالنوته وبالسولفيج وبالنظريات الموسيقيه. شنو هو كان موقع الفنان قدور صرار في هذا الخضم؟ يعني كان ملم بنظريات ولا كان شوي شوي كيفاش كان؟ كان ملم بنظريات وكان ملم بكل شيء. ما شاء الله. وعلاش لقبوه بأمير الكمان؟ نعرف سامي الشوى أنا يلقب في المشرق بأمير الكمان. فما أمير. شو؟ العازف الممتاز. أي صحيح. العازف اللي يمتاز بسلوكه ويمتاز بعزفه وكل شيء ما لا يسمى أمير. أنا كما الرياض قال يعني رحمه الله كان يسميه أمير كمنجا، كما هو يعني المرحوم قدر سلفي عن الأستاذ بشير السالمي. أي. كذلك من أبرز العازفين عندنا، كذلك من العازفين الخارجين توا معناهم في الشباب الممتاز الأستاذ شكري بهدور. نعم شكرا. عمل البارح تقسيم مع زياد في المسرح البلدي، روعه روعه روعه. ما شاء الله شكري ملم وراوي وسامع بالقدا. صحيح، عباس من سهل زيد، كلهم وليداتنا باهين الحق نتاع ربي، كلهم ممتازين وكلهم يعني كما قال المرحوم الاستاذ محمد عبد الوهاب زي الفواكه، يعني كلهم ضروريين ضروريين للفن. ما تخيرش فاكهه على فاكهه. بحول الله باش قريب نختموا هذا اللقاء، ولكن بحول الله سنقوم باسناد هديه. عندنا ركن ان شاء الله اسمه احلى هديه، باش نهديو لك هديه لك انت ولجميع المستمعين في خاتمه هذا اللقاء. قبل ما نبداو في الهديه هذه نحب نسلم عليك ونقول لك ان شاء الله ليلتك زينه، والوقت برنامج اشرف على النهايه. اذا نحب نقول لك الى اللقاء سيدي اخويا صلاح الغالي. سيدي صلاح وعمي صلاح وربي فضلك عند النقطه الكريمه هذه، ونحبك تكون ضيفنا وانت اكبر مايسترو راك تكون ضيفنا في القيروان في امام مصدح اذاعه الحياه فام، ونحب نعطيك هذه الهديه. الكلمه الاخيره اللي كنتي تستحق تقول. شكرا جزيلا على اللفته الكريمه هذه. العفو. وتحية لأخواني اللي موجودين في الخيروان كل الفنانين الكل. بارك الله فيك. عايشك بارك الله فيك سلاح. نشكركم
ان شاء الله راني عن قريب باش نجيب حذاكم غدا ونعملوا قاعده ولما باهي كما العاده. مرحبا بك. مرحبا بك. ربي يفضلك عايش كذا. باش نمروا الى ركن احلى هديه وهذه هديتنا ليك. احلى هديه. هذه هدية إن شاء الله هديتنا إلى جميع مستمعينا ومتابعينا ستكون في المباشر وهي إن شاء الله باش نختموا عليها هذا اللقاء الجميل إن شاء الله. إذا نسمعوا هذه الهدية من لكم. متابعينا الأكرم على هذه النغمات الحلوة نحب نقول لكم إلى اللقاء ونحب أيضا ننتظركم في يوم السبت القادم ومع مايسترو جديد إن شاء الله نكتشفه مع بعضنا في الأسبوع القادم. محدثكم سفيان العماري من أمام الميكروفون يودعكم ويقول لكم